صحه بزاف، راه ما نقدرش نشد ولادي، ماشي اي وحده تجي تشد ولادي. راه ولدي عنده 17 عام راه. السلام عليكم، انا سعيده من مدينه خنيطره. انا ضحيه ديال الزوج ديالي، الضرب والجرح والقذف والخيانه، جميع المناكر كيدوزهم عليا هاد السيد. دابا كنطالب من الراي العام، السيد الوكيل الملك، بالناس يحنوا فيا ويشوفوا من حالتي ويشوفوا من حال كلشي، وما حنش فيا. شنو وقع هاد السيد؟ قسيت معاه منين كانت عندي 17 عام، تزوجت به بدون مقابل، بدون حتى حاجه كاع. ما كانت عنده حتى حاجه، ما كيكسب ما كيعلم، ما عنده حتى حاجه كاع. ما كانت عنده لا طوموبيل لا دار لا ايرك لا باش نطمع على حتى حاجه. كان عايش في الغابه، تزوجت، خرجت من القرايه مشيت تزوجت به في الغابه. مشيت جينا لخنيفره، كرينا بيت ما فيها لا ضو لا ما، كنشعل الشمعه. انت وياه تزوجتوا عادي؟ دريتي عادي؟ ما عنده حتى حاجه، قبلت عليه. كريتو بيت ما فيها لا ضو لا ما. نعم. سكنت معاه، كنمشي كنسقي من البير، كيشوفوني الناس حامله كيحنوا فيا كيسقيو لي، ما سقاو ليش، كندور تنلقى الماء. ديك الساعه كان الله يعمر هذا ما تيسكر الا الكارو، ما كيسكر ما كيخون ما كيدير حتى حاجه، شاد طريق معايا. صافي جلست السيد ما عمرو ما يتبدل. قاسيت معاه كيجيب لي الزراب من واحد السيد كنجوم، واخا ما كنتش عارفه كنضرب حتى عرفت، كيمشي كيبيعهم. وصلت الصوف عند الناس، واخا ما كنخدمش في الديور، غايقول لكم ما عمري خدمت في الديور. اه ما عمري خدمت في الديور، ما عمري ما خدمت في شي دار، ولكن كنخدم في داري، كنخدم في داري، تنضرب حتى مرة في داري كنعاونو. قلت ماشي عيب، بعت الذهب ديالي اللي دارت لي الوالده، قلت ماشي عيب. عيطت لخالتي قلت لها نجيو نخدمو عندك في اكادير، كنت عوالا نخدم، قلت ماشي عيب. عيدوا الناس ما عيطش، جلسوا الناس بالجوع، هو جلس بالجوع، كلاو الناس انا جلست بالجوع. ما عمري في حياتي عيطت لوالدي نقول لهم راه جلست بالجوع، ولا ما عيطتش واحد العيد. عيدوا الناس ما عيطش، انا مش عيد عند خالو جلست انا بلا عيد، بلا عيد، وكنت حامله وكتدخل عندي الريحه، عيطوا عليهم مالين درت. اه عيطت، واش شحال باش شريتها باش شرينا، ما عندي لا الثلاجه لا التلفازه. عذاب مع الشعب، عذاب. ما عشت الجوع. على راجلك حن على سيدي ربي. قاسيت معاه حتى حن على سيدي ربي. اول ما حن على سيدي ربي، اولا ما بقاش كيجي للدار بزاف، شهاده عائلته يقسموا يديو القسام يجليوها ولا يدبروا ريوسهم. ما بقاش مو كتقول لي دخل ولا ندير الدرج، ما نساليش. كتقول لهم واش شوف دخل الدار، كيقول لها لا عندي الخدمه. كتقول لها بنقص من ديك الخدمه باش تمشي تسمح ولادكم راتك دخل، كيقول لها لا الخدمه ديالي هي الاولى، ما كيدخلش للدار. المصرف لا كاين، الخدمه 4 الصباح بعد مرس. واحد النهار اقسم بالله الا شهر ما عمر داز الدار، شهر اقسم بالله. وهاد العواشر ما نكذب عليه، الله تشيب عليك. اه حنا عليه تما. شنو كديروا له اختي؟ شنو كديروا له حتى كيعاوشنا؟ عادي، وكنت ثيقه فيه ثقه عمياء، تيجيو الناس عائلتي، راجلك اللي كيديرها اللي كيديرها اللي كيديرها. ما تيقش درجة الاب ديالو، خوتو المهم تيميحوا لي باش نفيق باش هذا دبري على راجلك، راجلك دار فيه. ما تيقش. واحد النهار قلت ليه شوف الناس كيقولوا لي من هنا ومن لهنا، انت راك كيقسم كيدي القسم. خليته صونات، جات عندي واحد السيده تال الدار وبالشهاده عيالات خوتو كانوا في الباب والام ديالو ما كنعرفهاش، فلانتا تنوضتني من الصالون. دخلت عندي قالت لي تبعيني، تبعتها قالت لي شوفي راجلك كاري السيده فين كاينه، ها فين كاينه جي حضي الباب. لا غير اسمع، لا قالت لي الصراحه، ولاني لا ما مشيتش. مشيتي سي حميد؟ لا ما مشيتش، انا جايك لهذا ما تيقيش. لا ما مشيتش، اقسم بالله ما مشيتش. انا كنت اسب راكي حامله وزوجك. لا قالت لي الصراحه وين ما تيقش. من بعد اعترف هو براسو، من بعد عرفت الحقيقه. قالت لي ها الدار، حدي ديك الدار غتشوفي راجلك اش كيدير. اش درت؟ قالت لي شوفي نصيفط لك الاوديوات الفيديوهات دابا حاليا، جاي من قلموس مشرجي الضرابه سكران هو والعاهره. قالت لي سير الفرات لقيهم، ما تيقش. تسالت كاع الاوديوات الادي اللي كنشوف الراجل مع المراه في حاله التلبس، الاوديوات الفيديوهات. الكومونتير راهم محترمينك وتيقول لك عافاك بغات الحاله الله الطلاق غتكملي، ولكن ديما حاولي تشوفي واش درتي. حاولت بزاف اقسم بالله الا حاولت اكثر من القانون على وجه وليداتي، حاولت بزاف ولكن ما غلب الذنوب ديالو وديال وليداتو على قبضته. جات عندي ديك السيده قالت لها اللي دار صيفطت لي الاوديوات الفيديوهات باش نتاكد. عيطت عليه في التليفون قلت لها جي تشوف، مش معايا الفراش ديال طريق الطوموبيل باش ما يشوفوش الوليدات ديك الفضيحه. ما قدرش يشوف راسه في التليفون، ما قدرش يسمع الاودويات ديالو. قال لي على اساس كتهمني بلي عندي بنت؟ قلت له ما يمكنش تكون عندك بنت، مع هاد السيده ما عمرك شتيها. قال لي كتهمني وكنصيفط لها مبالغ ماليه باش تسكت، باش كتهدني بان لا توصلك الاخبار. انا شفتها كانت تهددو. اه شي صور او لا بشي حاجه؟ اه كتهدو. لا قال لك كتهدو، كتقول لها راه عندي بنت معاك غنوصلك للقضاء. قلت له ما يمكنش يمشي ولا دين اي واحد قال لك بنت كل ولد. قال لي وكنصيفط لها مبالغ ماليه في البوسطه ولا في البنكه غير باش تسكت. ديك النهار
داز هو والعشيقه ديالو، شفتهم ما قداش تصبر، لحقاش صافي ولاو كيغير عليا. اما انا صافي وزع عليا الشطابه، جات عندي الدار قالت، صونت عليا في التليفون قالت لي شوفي. لا بعدا قبل ديك اللي جات عندي تلوص داري، قلت لهاش هاد الشيء، قال لي انا ما كاينش، قلت ليه كاين، قال لي انا ما كاينش، ادى القسم تقبل مع القبله هز يده اليمنى قال اقسم بالله العلي العظيم هاد الشيء ما كاين. انا تقت فاش ادى داك القسم، تقت ماشي مشكل. مشينا واحد النهار عاوتاني عيطت لي هادي دابا مع من شديتو متلبس، قالت لي شوفي واش انت مرت فلان، قلت لي اه، قالت لي انا الصديقه العشيقه ديالو، هاللي دار هاللي دار، عاودت لي كل شيء بلي طيب ما تيقتاش، صيفطت لي الاودويات الفيديوهات اه، قالت لي حقاش ما رضاتش حيت مشى مع الاخرى وخلاها، جا سكران مع الاخرى من كلموس وخلاها، فهمتي، قالت لي سير لبرا غادي تلقاها. مرتو بلا حياه بلا حياه، اه راجل عادي كيجيو عندي، وشوف شوف سير عند والدي يديو القسم، كيجيو عندي اشكال والوان للدار، الطونوبيلات بلا طونوبيلات اشكال والوان، تيجيو تيقدروا تيضربوا اه، تيمشيو مع واحد مجموج ويجيو عند مرتو اه، قسما بالله ماشي وحده ماشي جوج ماشي ثلاثه، كيجيو تيدقوا عندي. كتمشي بنت بلا حشامه تجي تقول لك انا راه كنت راه في راجلك ومشيت معاه وتمشي بوجهاتنا اه، بالشهاده د عائلته، كتلقى امه، كتلقى عيالات خوتو كتلقى. واش كاينه فلان شحال من مره بنتي اللي كتقول لي تكلمي لواحد السيده شحال من مره، مرت لوسي، لحقاش كنا في دار وحده. على اخطاتي ارتكبوا البنات اخطاء قاتله، فين حتى الحرمه تاع المراه المجوجه. هنا كنذكر الفاجعه اللي تصلها الراي العام جهه التصويره، علاش كاع ان الشيخ هز بنت وقطعها وقتلها بالجويجه ولا حب، علاش ان على تصويره وحده صوراته بقات تهددوا انها غتخرج تصور ديالو الفيديو ديالو. ها هي ارتكبت جريمه دابا وحده فاسده هاد الخلا، تجي عند وحده مجوجه وتدق عليها والسلام عليكم اختي، راه راجلك شنو تيقولوا كيفاش يجيو عادي؟ اه كيجيو عادي، انا مشيت مع راجلك كيوريو لي تصور، كيوريو لي تصور الاوديو الفيديوهات اه، كيصوروه عريان. علاش الشيخ قلت لها كيصوروه عريان، كيصوروه في حاله السكر، كيصوروه بعقله، تيصوروه كيصيفط لهم الاوديوات لي زابيل كاع اللي بيناتهم كلشي كيوريو لي. شنو واحد التصور هذوك التصور شنو توصلت بهم؟ لا توصلت بهم واحد التصور عريان؟ اه عريان الفم في الفم اييه، راه غير ما عنديش الحق، ما عنديش الحق ما تشوفوا كل شيء على عينيكم، ما عنديش الحق انا مع واحد وتدق على مرته وتوري لي تصور. دابا انا ما كنثقش كيقولوا لي تصور، لحقاش ما ثقتش النهار الاول. من بعد قلت لهاش هذا الشيء، حنا راسو ما قدرش يشوف داك الشيء، قالت فيه هذاك الشيء اللي كتهدموا. واحد الليله ما باتش في الدار، مشى بات في برا، هزيت التليفون قلبت لقيت لقيتهم طافيين الواتساب بجوجهم، جوجهم شكون هو وياها؟ بس في عندي النمر صنت عليا كتصيفط لي في الواتساب ودرجتك وطاح هي لداخل. لا صيفطت لي قالت لي شوفي ما تيقتيش، راجلك اللي كيدير اللي كيدير، ورات لي كل شيء، وعندي نمرتها صافي ما بقيتش كنهضر معاها غير ورات لي كل شيء. علاش البنات تيديروا هكا؟ مشات مع راجلك ودات له رزقه وفلوسه وجات شت النار. لا هو اللي شت راسه، كون ما تبعهمش هو اللي شت راسه، تقليدوا على راسه. حتى هذوك البنات مساكن راه غير ضحيه، كيقول لهم انا ما متزوجش. سعيده دابا ثابته على راجلك، انت حازه بالتصاور وكل شيء بنتي درتي ولقيتو متلبس. واش غير هذا الشيء عجبك شتي على الدار؟ لا انا جايك الضرب 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 علاش مشيت؟ انا راه ولدت اه، قلت لكم مشيت مع الصباح بكري باش نهز التليفون من تحت راسه بنص الخدمه نشوف واش بصح كتهدوا ولا بيناتهم شي حاجه. على المشاكل عاود انا آه. تهز التليفون. لا انا ما هزيتوش، لقيتهم انا اسمعها، لقيتهم في حاله خيانه، حاله شتهم عيطت ما بغاش ينوض، كان العساس، كانت واحد السيده خدامه تما، واحد السيده الخدامه ديالو، كلهم شافوا كل شيء، كلهم كيطلعوا. درت والو بحال تقول ما عرفتش، ما عمري قلت زعما بيني وبين راسي اه. وما درت والو، ما درت والو. عرفتي لقيتي هو مع وحده عريانه. اه وحده وحده كانوا مشاركينها، ولقيت البيتزا، لقيت طاكوس، لقيت والله مع الشيره والله لا اتي والزيتون والخبز. البيتزا وطاكوس اه، علاش ماشي حيت ما صرفش عليا، ولكن قلت نقتصدوا، درت الغدا ما ربنا العشاء نحاول باش لقيت طاكوس غير كون كيديروا داك الشيء وزعزع كل شيء مكتب علاش لقيت كاينه فينا حنا آه. اقسم بالله الا هذا الشيء اللي يمشي واحد تيناخذ يجي في الاوتيل ويبقى هكا وحده وبدا يزلع في الفلوس تلقى ولادو مساكن بالعداس، هذه كاينه. انا كنت كنقتصد عليه، انا كنت كنقتصد عليه، نحاول عليه ما ربنا نديروا شي حاجه لوليداتنا. وهي كتمص الفلوس وكتصور وتصيفط لك اه. وانا نقول لا فاش يمشي عند وحده اخرى لحقاش بو عيالات بزاف، ماشي وحده ماشي جوج باش تسكت. دابا هذيك انا نطلب ماشي غير وحده ماشي جوج، دابا كيكون مع وحده فاش يبدلها وتجي القديمه. شنو زوين ولا شنو كنت تيبغيو بزاف؟ الفلوس طونوبيل الفلوس غير الفلوس والله غير الفلوس اه. قالت لي هذه اللي جات عندي للدار راه دايرين في الجروب الشبضي، واش مشيتي مع الشبضي سيري مع الشبضي راه غيعطيك الفلوس.
قالت لي راه ديري نص شبضي في هذاك دونك كاين بنات ديري شي جروب بينكم اه علاش شبضي اقسم بالله زعما ما عرفتك لا ولا ما قاري ما عرفتش هاك قالت لي قالت لي راه مدورين دوك الجروب واش مشيتي مع الشبضي انت فكر مرات الشبضي هنايا تيبان بحال الشبضي زعما لا لقى حك ما قاريش بزاف حك هذا ما نعرف المهم هكا قالت لي العلم لله قالت لي كان عيطوا لي في الجروب بيناتنا غير الشبضي لقيته في حاله تلبس الصدمه ديال عمري ما تسنيتها ما عمري ما تخيلتها مع راجلي كاع 18 اول مره شتي نعرفها في اول مره ديك الساعه اول مره صدمت ما تيقش عينيا كيعيط لي كيقول لي شوفي راه خوتي دايرين قصاره سكرانين سكرانين دايرين اش كدير انت تما حاضر رزقي زيك هو اللي داير الحيحه تما ما عمري مشيت نتجسس ولا نقول ولا شك مشى شهر تحت قضيه البنت تيمشي شهر ما عمر ما كلعت قضيه تيعطي قضيه تيمشي ما بغيتش انا لا فلوس لا ديور لحقاش كون بغيت لحقاش كون بغيت الفلوس والديور والطوموبيلات والفيلات ما تجوش في النهار الاول النهار الاول راه كان الله كريم ولكن انا بغيت راجلي يساندني ويحترمني ونحترمه ونسكن حتى في النواله ما عنديش مشكل انا ما بغيتش راجل ميسور كون بغيت راجل ميسور ونكون طماع في البنات راه ما نديش النهار الاول عاود 17 عام قاسيت حالتك دابا لا لا تجيبني راجل لاباس عليه وعنده الملايين بزاف حالتك فين عايشه انت ولادك عايشه في الدار باقي ما مصلوحاش دابا اسمان صافي تشتتو البنات صافي جرى عليا من دار خوتو كنت ساكن في دار خوتو قلت لك غنكمل لك على فاش لقيتو مع السيده جيت عيط ما بغاش ينوض قال لي سيري عيشي حياتك نعيش حياتي انت ماشي مرات انت راكي مطلقه عيط لباه غير شافني زيت عيط لباه جمع راسه هرب من الشارع ولا باس ماشي خاف نبقى بعدا حشام عريان حشام راه يقهب هما عريان حشام حيت شديتي مع هادي ايه كانوا في نفس الفراش هرب بقات هي دخلت كتقول كتسب فيا كيفاش؟ اه انا كتسب فيا وبغيت ندير مرات الراجل جات ولقات وحده فاسده مع راجلها وهرب راجلها يوم بنات الاخرى كتسب الراجل اه كتسبني هزيت واحد الياجور اه هادي الفا على تركه ولا ديال مكتن ديال كلها تنجرب وهي كيبان الجماعه هي قلت لها شوف داري هادي دار ولادي هادي جات لداري لقيت حشره